وللحديث أكثر عن معاناة النازحين وتردي أوضاعهم المعيشية في ظل إهمال حكومي غير مسوغ لأزمة ممتدة لسنوات عديدة، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة انتصار العبادي. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا وسهلا وإلى الأعزاء المشاهدين. أهلا بكم دكتورة. أطلق ناشطون ومغردون كما تابعتم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت واسم رجعوهم، ويقصدون بذلك النازحين الذين أجبروا على ترك مناطقهم قبل ست سنوات بحجة العمليات العسكرية. بداية، كيف تقيمين وترين وضع النازحين بعد هذه السنوات الطويلة؟ ابتداء أبدي بأنه تكلمت على الحكومات السابقة والحكومة الآن. الحكومات السابقة والحكومة الحالية هم لا ينظرون إلى مشروع وطن، هؤلاء ما هم إلا عصابات مافيوية، وهذا ما يخليهم ينظرون إلى الشعب بصورة جدية ولا إلى احتياجاته. بالنسبة للنازحين، النازحين قسم رجعوا إلى مناطقهم، والآن أكو 1.5 مليون نازح. هذا ما أصدرته آخر شيء مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين السيدة سيليسيا داماري، عقب زيارتها الرسمية للعراق من 15 إلى 23 شباط 2020. تكلمت عن كثير من المعاناة اللي يعانوها النازحين، وأثبتت بكثير من النقاط ما يعانيه من تفاقم احتياجات النازحين إلى المساعدة والعون. بالنسبة لعدم عودة النازحين، هناك عدة أسباب. النازحين أولا، هناك سيطرة الميليشيات على عدد من المدن ورفضهم الانسحاب منها. نعم. والمثل على ذلك بيجي التي أصبحت الآن سكنة عسكرية، والمثل الآخر جرف الصخر اللي الآن أصبح مكان للسجون السرية. الشيء الآخر بأنه عدم رجوع الموجودين في المخيمات هي العقبات التي توضع أمامهم. من هذه العقبات بأنه الوثائق الثبوتية اللي تثبت بأنه النازحين عند وثائق شخصية وهالأشياء. طبعا معظم النازحين هم فقدوا هذه من صارت حالات العنف اللي حدثت في مناطقهم. يعني تصور يطالبون النازح الامرأة أو الأطفال العائلة البسيطة بوثائق ثبوتية عند تركهم المكان في مكان هو مكان دكتورة. وهنا يأتي السؤال عن دور الحكومة. يعني هذا من المفترض أن تقوم به الحكومة، أن توفر لهم وثائق عن الوثائق التي فقدت. الحكومة ما دورها الذي كان متوقعا أن تقوم به، ولماذا لا تقوم به برأيكم؟ الحكومة لا تقوم بهذا لأنه ليس الأمر بيدها، الأمر بيد الميليشيات. الميليشيات الآن تتغول في هذه المناطق وتسيطر عليها، حتى القسم الذين رجعوا إلى مناطقهم الآن يعانون من التغول الميليشيات الموجود والابتزاز. في الموصل الآن يتحدثون بأن الحالة الأمنية في زمن داعش أفضل من الزمن الآن اللي تقود الميليشيات. الميليشيات الآن تداهم البيوت وتبتزهم بحجة أنهم إرهابيون لكي تسرق أموالهم وتأخذ فلوسهم. تذهب إلى المحلات لكي تجبي من المحلات أما المبالغ الرمزية أو تأخذ الأشياء بدون دفع المبالغ. هذا الذي يحدث في المناطق. الحكومة لم تقم بدورها بإرجاع المدن وإرجاع الساكنين وإقامة الخدمات، وإنما إذن دكتورة أين تذهب أموال الداعمين الموجهة لإعادة الإعمار ولمساعدة النازحين؟ إذن هنا المكان الفساد يوعدون بأنهم يستلمون المبالغ بحجة إعمار المدن
وتقديم الخدمات، والمدن ما زالت مهدمة وليس هناك أي خدمات في هذه المناطق. المناطق هذه سوف تبقى على هذه الحالة، لأنه في يعني هذا موجود وأكيد بأنه تغيير ديموغرافي للمناطق السنية من صلاح الدين إلى الموصل إلى جرف الصخر. كل هذه المناطق يريدون تغيير ديموغرافي فيها، فلذلك الحكومة غير قادرة. الحكومة متهمة والقوات. هل هذا الكلام دكتورة ينسحب على حكومة الكاظمي الآن؟ هل تتوقعين أن تقدم شيئا بين يدي هذه القضية؟ جاءت من نفس الرحم الذي هم الأحزاب الدينية. هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء. الانتهاكات ما زالت موجودة، الاعتقالات ما زالت موجودة، الانتهاكات التي ارتكبتها وسجلتها منظمات حقوق الإنسان العراقية والدولية وبحق النازحين في المخيمات، وظهرت في كثير من البرامج والتقارير الدولية في بريطانيا، ظهرت على BBC وعلى القناة الرابعة وصورت ما يحدث في المخيمات من انتهاكات ومن عنف ومن وخاصة اتجاه النساء والأطفال، من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. نعم. وصورت حالة الأطفال بأنه كثير منهم يحرمون من الخدمات الصحية ومن الخدمات التعليمية كليتها بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية. نعم. وتجعل معوقات لهذه وعدم للأسف. حتى الولادات لم تعطيهم الأوراق شهادات الولادة، وتستمر المأساة طالما أنه لا يوجد جهة صادقة لمعالجة هذه القضية. شكرا لك دكتورة انتصار العبادي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من لندن عبر الخط الهاتفي.